اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. اساتذتنا هنتكلم او هنكمل كلامنا في نفس الاطار اللي احنا بنتكلم فيه. انا عندي مثلا الماده رقم 98 من اللائحه الجديده بتقول اذا ثبت اعتراف الحكم في خلال 48 ساعه من نهايه المباراه بوقوع خطا منه في تطبيق قانون كره القدم تلغى نتيجتها بقرار اداره المسابقات وتعاد. ايه راي حضراتكم في اللائحه دي؟ نعم ده اللائحه اللي اتبعتت لكل الانديه، يعني شؤون الحكام من الرابطه. من الرابطه يعني اللائحه الجديده بتاعه المسابقات التنسيق. الرابطه بتتسع بتاعه المسابقه يعني. ايوه ايه راي حضراتكم بقى؟ يعني بس في يعني الجمله لا يمكن تتحقق، مفيش حكم هيطلع ابدا. اولا الماده دي في القانون، انا بقول لحضرتك دي موجوده، ده الحكم اللي هيطلع يقول كده. الماده دي في قانون التحكيم حسب معلوماتي يعني المتواضعه في الفيفا. هاتوا يا جماعه، ما انا اتكلمت بس كده. اذا اعترف حكم مفيش بقى 48 ساعه ولا الكلام ده. اذا كتب امتلك الجراه والشجاعه ان يكتب في تقريره انه وقع في خطا عدى لتغيير، ده الحالة الوحيدة اللي يتم فيها الوحيدة الغاء او اعادة المباراة من غير بقى ثبتة. ثبتة دي يعني ايه؟ اذا كان هو يعترف اللي جاب ثبتة هو اذا اعترف. الاثنين يا استاذ محمود يا استاذ جمال يا اسامة يا كابتن متعارضين، اعترف ولا اثبت؟ اعترف يبقى مش محتاج حد يثبتها. على فكرة انا وانا تبع اعترافه ثبت باعترافه. الاعتراف سيد الادله. سيدي ما هو سيد الادله. الاعتراف سيد يعني احنا ليه محتاجين تفسير ليه؟ مش عايز تثبت حاجه. يعني هو الحكم يعترف ان هو اخطا. انا مش قادر اقول البند اللي بيقول كده. ليه خلال 48 ساعه؟ هو اخطا. في فار شغال يعني 90 دقيقه بيثبت لي اللعبه دي فيها خطا ولا ما فيهاش خطا ولا مستحق ولا يعني بيصحح. على فكره بيصحح الصفاره سامي الخطا بتاع الفيفا على تغييب ماده في القانون، مش لعبه بلين ولا لا. ايوه لا ماده في القانون. يعني صعبه جدا يعني ازاي دي؟ ازاي يعني اذا تعرف ان الرايه ماده في القانون؟ طبعا الرايه بتاعت الكورنر دي لو مش موجوده تبقى الحكم ما يلعبش. طبعا مثلا يعني طبعا دي شروط يعني لا اتصور ان في حكم بيدين نفسه ويعلق نفسه المشكله. ده حصلت يعني على فترات على فكره، منها مثلا زي لعيبه بتعترف انها مش جون وكذا. لكن في حكم سلوك شخصي. ما هو في حكام برضو لو قلبنا شويه. لكن انت تقول لي ان انا اخد قرار في مباراه انا غيرت قرارها يا جماعه انا غلطت، فمعلش انا ما حسبتش مع على افتراض ان هي حصلت. اعتقد فيه على افتراض ان هي حصلت على مدار التاريخ يعني على مدار التاريخ. ايه كم مره؟ في كم مرات قليله جدا. لا وهتبقى بقى ايه شماعه لدى جميع الفرق على فكره. جميع النقاد وجميع باب يعني صعب جدا. الموسم اللي فات مش ناس كتير قاعده تتكلم. طب لو هو مباراه نتيجه الحكم لما كتبش ليه افتكروا ان انا يا جماعه والله بعد ما طلعت من الماتش اكتشفت في انه في 2 بلن وانا ما خدتش بالي. طب شوفوا الاهم الماده 99 انت هنا بتحول شخصيه الحكم لايه؟ هو مين قائد الملعب اساسا؟ الحكم ولا الفار؟ الحكم. حكم طبعا. يعني ممكن الفار يقول لك ايه قرار وانت تقول له لا، تعمل نفسك مش سامعه. القانون يعطيك قوه كل شخصيه الحكم. الحكم بتظهر فيها رئيس في اتخاذ مثل هذه القرارات وامتى ياخدها. هي اللائحه دي متغيره. ما انا بقول لك لا يا فندم، دي اول مره يتم. اول مره بيقول لك انها اول مره. طب ممكن اقول حاجه بس؟ البند ده محطوط في لائحه الفيفا من سنين كتير بالظبط كده. في شؤون الحكام من زمان جدا. لكن دلوقتي لاول مره بيتم عندنا في لائحه. هي اساسا برضه لم نرصد في تاريخنا كنقاد رياضيين ان في حكم طلع اعترف يعني بشكل صريح كده انه اخطا يعني بشكل يعني الخطا وارد. الخطا وارد على عمر الحكم بعد يعني اذنكم. عمر حكم المباراه ما يطلع يعترف اولا، لان الاعتراف ده يا كابتن اسلام الا اذا ثبت عليه الاعتراف ده هيبقى قرينه ضده كمان. ده هو لو طب معناها ايه يا فندم؟ انا محتاج افهم بس. لا ما هو ما اعرفش ايه يعني. هو اصلا من غير ما يبقى عندك في اللائحه بتاعتك ده زي ما حضرتك قلت والناس كلها عارفه فلسفتها. ده موجود في الاتحاد في الفيفا انها رد لحقوق وان القاضي هذا القاضي العادل بيقر بشيء ما لم يطبق فيه القانون وبالتالي ما يتعدمش الراجل. اي دي فلسفتها. ماشي ماشي لكن مش بالمنطوق ده. انا اسف. اي قرار او اي حاجه بتتعمل بتبقى انت متوقع هل قابله للتنفيذ ولا مش قابله للتنفيذ. بالظبط كده. هل حضرتك هو ده اللي انا بقوله الاليه. هل حضرتك آلية التطبيق. طب انا عايز اقولها طرح كده على الناس. نعمل فوت استفتاء. فوت. هل نشوف كام واحد هيقول
ان ممكن يطلع حكم يعترف بانه غلط؟ استحاله. لا كم واحد هنا احنا انت بتجيبها؟ انا ولا واحد. ولا واحد. لا انت بتجيبها بمنظومه العداله معصوبه العينين وانك حكم يعني قاضي مثالية، ولا بتجيبها يعني بالمثاليه؟ ما المفروض ان اللوائح والقوانين والدساتير توضع للاقتراب على الاقل من المثاليه. طيب ده قاضي الملاعب اخطر، خلي بالك. طبعا، لانه قراره في جزء من الثانيه ما بيرجعش فيه. تمام، صعب جدا. تمام. طب هل من عشان كده عملوا الفار؟ هل من المنطق انك انت تجيب قاضي من القضاه وطلعه في برنامج واتكلم على اللعيبه؟ لا، القاضي طبعا عنده، القاضي اصلا عنده نقد وعنده ابرام وعلاقته بفلان وبقيمنا فلان، هل ينفع؟ لا. طب بكره ده لما ينزل الملعب بمنطق يعني هيقابل فلان ويقول له معلش اعمل لك ايه؟ أيوة. انت اللي عملت كده اصلا، ما بيضربش في الملعب، الناس كلها ظلماه. لا لا لا، مش هنعمل معاه حاجه. بتكلم على حاجه حصلت. انا بتكلم برضه ده يجننك يا استاذ اسامه. طيب افكرك، انت رايح في سكه مين؟ الراجل بيجيب لك ماده من الفيفا موجوده اصلا قديمه، مش النهارده، احنا جايبينها النهارده. هتقنعني انك انت ممكن تخلي حكم بتليفون بعد الماتش؟ يا ابني الماتش هي دي النقطه، الغي يا ابني، هي يا دي ابني دي النقطه فيه. ده هي دي النقطه. طب انا عايز يا ابني، انت عملت مصيبه فيه، هنقدر نوصل للحل؟ بص بقى، عشان كده قلت لكم، عشان كده قلت لكم الاخطر هي الماده 99 اللي هي يا استاذ عصام، اللي هي محطوط فيها انه التحكيم شان خاص لمين؟ لاتحاد الكره، مش عارف ايه. الحكام مسؤول عنها لجنه الحكام الرئيسيه ولجان الحكام بالافرع. ايوه، جديد بقى، انزل اكس بقى عليها كده. لان ده هراء، هذه اللجنه يجب ان تكون مع رابطه الانديه المحترفه، بس هي التي تعين. هذه اترفضت، القضاء اترفضت طبعا، عشان انت يا ابني انت واللي انت قلته والفار معصوب العينين. وبالتالي ايه كم شخو اللي بتحيطوا بيه الصناعه ده؟ ده غريبه جدا، حاجه غريبه جدا. يعني ده بقى ده مش موجود. هو موجود في الفيفا من عشرات السنين. دلوقتي حضرتك بتستحضر البند ده وبتحطه. أيوة. بدون اي بتشور عليه ليه؟ وبتحط بقى، انا قلت